جديد في مفاوضات احتراف محمود جاد؟ لا خالص، محمود جد زي ما قلت لك فكره الاستثناءات لسه ما ويجن او اداره ويجن ما ادونيش فيدباك عن اللي حصل، واعتقد ان هم لسه بيشوفوا الموضوع بتاع الاستثناءات مش الاشتراطات. الاشتراطات احنا عارفين ان محمود جد بره الاشتراطات، انما الاستثناءات هو ده الكلام اللي بنتكلم فيه. هل في حالة عدم احتراف محمود جاد في الدوري الإنجليزي أو في نادي ويجن ممكن يتم الموافقة على انتقاله إلى نادي الزمالك؟ اشمعنى نادي الزمالك؟ يعني في رغبة، عندي خبر إن يعني الجهاز الفني أو المسؤولين عن الكرة في نادي الزمالك حاطين ان محمود جاد من على رأس المرشحين للانضمام في الموسم اللي جاي. لا بس انا ما حدش كلمني من نادي الزمالك، ولو حد كلمني انا هبلغ على طول وهقول تربطني يعني علاقه محترمه ومتوازنه مع كل الانديه، ومجرد ما حاجه هتيجي رسم او ودي والله هدي خبر طيب ما بيها حدش على طول. كلمك من نادي الزمالك، هل حد كلمك من النادي الاهلي او نادي بيراميدز على محمود جاد؟ لا والله خالص خالص، يعني خالص، محمود جاد ما عندوش عروض محلية؟ لحد كلمني ولا وسيط بيني وبين اي نادي تحدث في هذا الموضوع. طيب يعني ما... اجابه اجابه نموذجيه يعني. اه لا لكن ما فيش، انا بقول لحضرتك يعني فكره ان ممكن يمشي لاي نادي محلي لو جاله عرض رسمي، هل الاداره هتمانع ولا ممكن توافق؟ بص محمود جد جول كيبر متميز، ازعم ان هو ان ما كانش افضل جول كيبر في مصر يبقى من افضل حراس المرمى في مصر، وهو يعني زي ما بيقولوا صناعه ام بي خالصه طالع من قطاع الناشئين. واحنا الاستراتيجيه بتاعتنا في فكره البراند للعيب فرصة لمحمود جاد انه هيطلع في حتة هيتطور تاني. طيب التليفون فقدناه، لكن يعني هو اهم خبر طبعا قال الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي ان النادي لم يتلقى عرض رسمي او عرض شفهي من اي نادي سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز فيما يخص محمود جاد، ولا يوجد اي تطورات بشان مفاوضات امبي مع نادي ويجن الانجليزي لاحتراف محمود جاد في الموسم المقبل. هنحاول